السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي. اليوم إن شاء الله سنقوم بعمل فيديو، وهو فيديو عبارة عن جميع النيتشات المتعلقة بمجال الأكتيفيتي بوكس. نظرا لأن العديد من الإخوة يقومون بكتابة على الأمازون، يقومون بكتابة أكتيفيتي بوكس ويقفون عند هذا الحد، إن أن المجال لا يقتصر فقط على الأكتيفيتي بوكس، وإنما يقتصر على العديد والعديد من النيتشات، لأنه مجال غير محدود. لا تسمع يا أخي اكتيفيتي بوكس وتقول هذا النيتش، لا، هذا مجرد عنوان للعديد من النيتش، تقريبا 20 إلى 30 نيتش. وفي هذا الفيديو إن شاء الله سأقوم بشرح بتفصيل مدقق على جميع النيتشات التي يحتويها هذا المجال، وهو مجال الاكتيفيتي بوكس. لذا ابقى معنا في هذا الفيديو، وإن لم تتضح معك الفكرة كل ما عليك وهو وضع سؤالك في الكومنت، لأني أقوم بإجابة الأسئلة كاملة. ولا تنسى الاشتراك في القناة دعما لنا لكي نزيد من العطاء. وأيضا لقد قمت كما طلبوا مني بعض الإخوان بعمل بعض البث المباشر لكي نجيب على الأسئلة. لقد قمت بإنشاء قناة أخرى، وهي عبارة عن قناة لبث المباشر لا غير، لأن هذه القناة لا تمكننا من عمل بث مباشر. لذا كل ما عليك هو الاشتراك في القناة، وستجد الرابط أسفل هذا الفيديو. ولكي لا نطيل هذا الفيديو سأترككم مع الانترو. لنبدأ على بركة الله. كما قلنا في الفيديو سأقوم بتكبير هذه الخطاطة. حسنا، هذه هي الخطاطة أو النيتشات التي يرتكز عليها مجال الأكتيفيتي بوكس. وسنبدأ بالمجال الأول، ولدينا قبل البدء بالمجال الأول لدينا هنا العنوان الكبير وهو أكتيفيتي بوكس، وينقسم إلى 5 أو إلى 6 عناوين متوسطة، من بينها الكولورين بوك والبازل بوك والدروين وسكتش بوك وبلانك كوميك بوك والأخير وهو إدوكيشنال. وهنا نأتي على سبيل المثال إلى هذا النيتش الأول أكتيفيتي بوكس كولورين بوكس، ونأتي إلى كولورين بوكس ستاندرد أي كتب التلوين القياسية. سنقوم بإطلالة على هذا النيتش ونرى هل هو نيتش يحقق مبيعات أم لا. سنذهب إلى هنا ونختاره هنا كولورين بوك ستاندرد. سنجد لدينا هنا 2000 نتيجة، وسنقوم بعمل بعد الإطلالة لدينا 61,000 في الرانك و 284,000 في الرانك. هذا النيتش صراحة يعتبر من النيتشات المتوسطة. والآن سنقوم بالذهاب إلى نيتش آخر لكي نقوم بالعمل أو بالبحث عليه. وإذا ذهبنا إلى كولورين بوك في هذا الخيار كولورين باي نمبرز أي التلوين حسب الرقم، نأتي إلى هنا إلى الأمازون ونقوم بالبحث عليه كولورين باي نمبر فور كيدز أو للأطفال أو للكبار حسب رغبتك. سنجد أن هذا النيتش لديه 10,000 ريزولت أي نتيجة، ونجد أنه هذا الأول، لا أود أن أضيف لك بعض المعلومات، أنه عند البحث وإيجاد هذه الكلمة sponsored لا تقوم بإعطائه أهمية أو تأخذه بعين الاعتبار. لدينا sponsor، لدينا sponsor، هنا ليس لدينا أي sponsor، وهنا لدينا 4,000 في الرانك يحقق صراحة مبيعة لا بأس بها، إلا أن هذا النيتش يعتبر من النيتشات التي لديها شيئا من هذا القول، كما سوف أقول لك أنه جد في منافسة كثيرة. وكما تعلم هذا هو أن كولورين باي نمبر أي تقوم بوضع صور، على سبيل المثال تقوم ببعض صور أو رسمة وتقوم بترقيمها وتأتي إلى الأسفل وتقوم بإدراج كل رقم بلونه المفضل. هذا هو المعنى لهذا النيتش. وإذا قمنا بالنزول إلى هنا عند الانتهاء من كولورين بوكس الذي يحتوي ستاندرد وكولورين باي نمبر، سنقوم بالنزول إلى البازل بوك أي كتب الألغاز، وتحتوي كتب الألغاز إلى العديد من النيتشات الصغيرة، من بينها سودوكو وورد سيرش وكروس وورد ومازز ودوت تو دوت وسيرش أند فايند. سنقوم بالذهاب إلى هذا الخيار الأول سودوكو لنرى
كما قلت لك في هذا الفيديو، هذه هي الطريقة التي سوف أعطيك مجرد ملاحظة وعمل استطلاع تام، وأنت تختار المجال الذي تميل إليه. هنا السودوكو يوجد فيها 50,000 نتيجة، لذا لا ننصح بالعمل بها سوى إذا كانت لديك طريقة أخرى، أو تقوم بعمل سودوكو for kids أو for kids 9 at 10، أي ما بين 6 و7 سنوات أو 10 سنوات إلى أسفل. وهنا تقوم بالتوسع. أنا هنا في الفيديو أعطيك هذه الخطط التي أخذت مني بعض الوقت لكي أنجزها، أعطيك هذه الخطط لكي تعلم أن نيتش الأكتيفيتي بوكس لا يحتوي على شيء نيتشين أو ثلاثة، يحتوي على العديد والعديد الذي سوف تراه هنا. حسنا، قمنا بعمل سودوكو وقمنا بالمراجعة، وسنقوم بالرجوع إلى بعد الرانك. هنا في الرانك أظن أنه لا بأس به في الرانك. حسنا، سنقوم بالذهاب إلى آخر وهو وورد سيرش. هنا وورد سيرش كلمات البحث أو لغز الكلمات، إذا قمنا بالذهاب إليها ونرى هل تحتوي على بحث كبير أم لا، نجد حتى هي لديها العديد من الريزولت 50,000، ولكن 50,000 لمجرد هذه الكلمة. إذا قمت بإضافة وورد سيرش for kids وتقوم بعمل تحديد للنيتش المصغر، تظهر لك النتيجة 9,000، وهكذا تقوم بالبحث عليها. وورد سيرش تقريبا صراحة الرسومات جد مسلية وفي نفس الوقت جد بسيطة. إذا لم تعلم كيف يتم إنشاء هذه الكتب، لقد قمت بعمل فيديو ما قبل هذا الأخير، وستذهب إليه وسترى الطريقة التي أنتهجها في عمل الكونتنت أو المحتوى الخاص بي. ونأتي إلى خيار آخر وهو كروس وورد، الكلمات المتقاطعة، ونقوم ببحث عليها كروس وورد بازل بوكس فور أدولت. هنا يظهر لي هذه الخيارات على سبيل المثال الاس بي ان الخاص بي او الرانك 1,108,3,000. صراحة جميع النيتشات المتعلقة بهذا المجال، لانه في ظل الاونة الاخيرة في مجالي او في وضع هذا الحظر، كل الامة متجهة الى مجال الاكتيفيتي بوكس. وسنأتي الى مذاق، لقد قمت بعمل فيديو ايضا في هذا المجال، كيفية إنشاء كتب ذات محتوى لمزة، ونقوم أيضا بالبحث عليها. أنا هنا في هذا الفيديو أود فقط أن أنوه، لا نريد أن ندخل في التفاصيل كي لا نطيل الفيديو، أريد أن أعطيك فكرة عن أن المجال Activity Books لا يقتصر على شيئين اثنين، وإنما يقتصر على العديد من الأشياء. هنا المزة صراحة تعتبر لا بأس بها، كما قلت لك لقد عملت فيديو خاص بهذا النيتش، ستجده أسفل أو ستجده في هذه القناة أو ستجده في هذه العلامة التي سوف تظهر لك هنا. حسنا، سنقوم بالذهاب إلى خيار آخر وهو دوت تو دوت. هذا النيتش حتى هو نيتش صراحة جد رائع، نقطة للنقطة. وإذا قمنا بالذهاب إليه لدي أيضا 50,000، كما قلت لكم 50,000 مجرد لهذه الكلمة. وإذا قمت بالدخول لها وقم بكتابة dot to dot for kids أو for adults إلى غير ذلك، ستقوم بوجود result قليلة. وهذه هي يقتصر هذا المجال، أي مجال dot to dot، إلى عمل نقاط كثيرة، وتقوم أنت بإرشاد الطفل أو إرشاد الإنسان الذي يشتغل على الكتاب برسم خطيطات حتى يقوم بإكمال رسمة معينة كما يظهر لدينا في هذا الشكل وأيضا في هذا الشكل وإلى غير ذلك. وسنأتي إلى نيتش آخر وهو في مجال البازل بوك، وهو مجال البحث والعثور، أي search and find. إذا قمنا بالذهاب إليه search and find، لن تجد أيضا هو 20,000 نتيجة، وحتى هو صراحة نيتش جد رائع، يقتصر على القصص أو يقتصر على المتاهات، ولكن بطريقة جد جميلة. على سبيل المثال نقوم بالدخول إلى
أي واحد من هذه الكتب لكي تتضح معك فكرة search and find. سنقوم بالدخول إلى الكتاب ريثما تفتح علينا هذه الصفحة. وهذه هي الفكرة التي يعمل بها الكتاب. على سبيل المثال هذه هي الفكرة. كتاب جد رائع وطريقة جد مبسطة. وسنأتي إلى عند انتهائنا من هذا المجال Coloring Book ومجال Puzzle Book. لدينا هنا مجال Drawing أي الرسم، وينقسم إلى قسمين. القسم الأول Tracing و Copying، أي Tracing الرسم الورق الشفاف، وأيضا Copying أي نسخ رسمة إلى رسمة أخرى. سنقوم أيضا بإطلالة خفيفة عليهم. Tracing Drawing Tracing Paper، هذا النتج يعتبر متوسط لأنه لدينا هنا 3000 نتيجة. هذا هو شكل النتج أي الرسم، عمل كوبي كولي أي نسخ ولصق. وأيضا لدينا هذا النتج أي كوبين. وأيضا سنقوم بالنزول إلى هنا سكتش بوك، وهو كتب الرسم، حتى هي صراحة جد رائعة في العمل. سكتش بوكس فور كيدز. هنا لدينا في الريزولت 60,000 ريزولت، ولدينا هنا بعض الكتيبات التي في الرانك 4000 2000. صراحة جميع النتشات الخاصة بمجال الاكتيفيتي بوك يجب العمل عليها يا أخي، لا تفوت هذه الفرصة. ولدينا هنا بلانك كوميك بوكس أي كتب الفارغة، وأنت تقوم بملئها. لدينا هنا 50,000، صراحة جد كبيرة النتش، إلا أن جميع النتشات لا تتعدى الآيز بي إن أو لا يتعدى الرانك الخاص بهم 100,000 إلى فوق، جميعها ما بين 20,000 و50,000 إلى الأسفل. ولدينا هنا سنقوم بالذهاب إلى هذا الخيار الأخير، وهنا هذا المجال أي مجال educational، وهو مجال جد كما نقول جد كبير، لأنه لا يقتصر على مجال واحد، وإنما يقتصر على العديد من الأشكال، من بينها word tracing أي تتبع الكلمات أو تتبع الأرقام، ولدينا بعض ممارسات العمل اليدوي أو كتابة الخطوط أو تعلم الخطوط، وأيضا فيه أيضا مجال اللغة، إذا أردت أن تقوم بتعلم لغة كيفما كانت مثل اللغة الصينية إلى غير ذلك من اللغات التي لديها رسومات في رسومات معنكشة كما نقول، تقوم بإنشاء كتيبات سواء للأطفال أو للبالغين، لأنما كما تعلم أن اللغة الصينية جد معقدة في الكتابة. لذا يمكنك كتابة كتاب خاص بك وتبدأ في إنشاء الورقات كما نقول. وصراحة أظن أن هذا الفيديو طويل بما فيه الكفاية. صراحة أود أن أشكركم على تتبعكم لهذا الفيديو، وهذه هي الواجهة. إذا أردتها كل ما عليك هو إيقاف الفيديو وعمل سكرين شوت للحاسوب الخاص بك وأخذها، أو إذا أردت هذه الصور سأقوم بتحميلها أو بإرفاقها على مجموعتنا في الفيسبوك، وكما قلت لك سوف يظهر لك الرابط أسفل هذا الفيديو، وقم بالدخول والانضمام إلى المجموعة الخاصة بنا. كل هذا في هذا الفيديو، وإن شاء الله كما قلت لكم هذه هي القناة التي قمنا بإنشائها، والتي سوف نقوم بإنشاء أو بوضع بث مباشر كل أسبوع أو كلما اجتمع لدينا عديد من المشتركين، ونبدأ بطرح فكرة ونبدأ بمناقشة الأفكار وإعطاء آراء إلى غير ذلك. ولكي لا نطيل هذا الفيديو، أتمنى من الله أن ينال إعجابكم، ولا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.